ونحن ما منسلم. ساعتها وقت الكل بفلوا ويبقى الحميد عون لوحده، ساعتها يا هو بيسلم ما بيلحقوا. بس انا اخر واحد، انا وقبطان، انا اخر واحد بترك لبنان اذا وديتكم، بس انا ما رح اتركه، لان صممت اني اندفن هون واندفن بمركز ريال. وحقنا للدماء وتخفيفا للاضرار وانقاذا لما تبقى، اطلب من اركان قياده الجيش تلقي الاوامر من العماد ايميل لحوت.